سلام سيدي، انا هاد الناس كنت ساكنه في محيلي، مفرشه مقاده، مفرشه صويله، مفرشه بيت بحال ايها الناس. ديري لا بوب فين توصل معيني ساكنه كنترزق الله. جاو قالك بغينا نصلحوا لكم، دخلناهم مرحبا ما عكسنا ما قلنا حتى حاجه. خربوا لي المحيل، شتوا لي المحيل وانا ما عنديش غير الجله كنترزق الله بجوطيه. دابا ملي مشيت نهضر عند المسؤولين قلت لهم ما خلصتوني ما صابتوا لي، قال لي لا ما عندنا ما ندير، دخلي تسكني بيتك مصاوب. تكفصوا عنا خويا سيدي، ما داروا لنا والو، محلاتنا خاسرين عليهم بزبابه الفلوس، مجلجين مقادين متولين، جاو عندنا نوضوا حيدوا عك عك للترميم، ما شفنا الترميم، والترميم غير صاحب الجلاله المرممينا، هما ما عاطينا والو نجيبهم، 28 شهر يعطيوها لنا وشهر ما يعطيوهاش لنا، راه الله يحفظك لك الحق. ودابا ملي جيت مشيت نشكي قال لي سالي تدخلي فين غندخل؟ قول لي لكن هذا المحل فين نسكن؟ نسكن فيه. واش هذا حق؟ الله سبحانه وتعالى كيبغى هذا حق؟ صاحب الجلاله قال لنا قال لهم ديروا لنا هكا تكفصوا علينا؟ راه الله ما تيبغيش، انا سيدي غير الجلاله تنبيع ونشري في الجوطيه، ما يمكنليش نبقى عساس على بنايه ديروا هادي ديروا هادي ما ديروش، راه ماشي محقي. هما يكونوا عارفين ما شغلهم يكونوا عارفين ما يديروا. راه هادشي ما يبغي لا الله لا العبد، راه حشومه. كان داري سيدي كون جيب لك التصويره دابا تشوفها. راه هما عندهم تصاور مجلجه مقاده دايره لا بابو في الباب متوله الحومه كلها جيبوها تشهد. اللي دخلت يقول لي امي حلك غزال دابا خربها ضوها. قالوا كي مشيت نشكي هاد 7 شهر هادي انا كاليه ب 30 وانتم كتعطوني غير 28 عطوني باش نخلص لك الشهر هذا. قال ما عندنا ما نديرو لك سيري دخلي سيري عند القايد خذي السوارت. ملي مشينا عند القايد قالنا القايد ما عنديش السوارت. دابا بغينا حنا غير الحق، بغينا صاحب الجلاله يشوف هاد الشيء واش عطيهم يصلحوا لنا وعطيهم يتكفصوا علينا. الله ينصر سيدنا. قالوا لي والو عام انا خارجه من البيت السقف اللي صابوا لي هذا عام من شهر 10 انا في شهر 10 دابا عام هذا في كلشي فيه البروده. السقوفه فيهم البروده الحجر تيتفرتت. اجي تشوف ها انت دير صور هذا الشيء هذا الشهر ما والو ما كاين حتى حاجه حتى حاجه اللي فيها ندخل ما فهمتش فين ندخل وانا غير كاريه باش نخلص الكراهيه ديال دوك الناس. ملي قالوا لي هما ما نخلصوك لا كراهيه لا والو دخلي لمحلك وانا كيخلصوني نهار 16 يوم 26 نخرج نسرق نخرج نلهب على عباد الله انا كنبيع وشي مخدات نهار ندخل نهار ما كندخلش واش غادي ندير؟ ما عندي ما ندير ديال ديال الله انا غير ديب وحدي انا والله ما عندي لا راجل اللي يعطيني لا راجل اللي يعاونني لا شي حد يوقف معايا يوقف معايا غير الله. قلت من هذا الشيء وصل صاحب الجلاله حيت ما كاين لا ترميم كيتشلوا على عباد الله راجل شي ضربوا من جيبهم تيقول تيديروا ما تيديروا حتى حاجه. باغ متول بالبريو انا دايره هنا بيت دايره بلازما هذا دايره باب دايره له الباب بحال جوج بيوت حيت عندي الولد الولد عزيز تيجلس لي وانا تنجلس هنايا. هذا الشيء اللي كاين مفرشاه مقاده متولاه كيشعل الجليج جلي جي راه بيض خاص عليه الزباب الكلفه شي كيولا مكرفص ها هو هذا الشيء اللي كاين. هذه دايرها صاله مفرشاها حتى هي هذه دايرها صاله هذه الصاله مفرشاها كلها بسميتو دايرة الطابله دايرها بلازما عاوتاني هنايا كلشي تيجلس لي جا عندي شي حد بحال وجهك تنستقبلو هنا الناس اللي مشاو في الباب دايرها هنايا لابابو دايرها هنايا بوطاجي بجليج بكلشي هنايا فين تنغسل الماعن فين تنحط بيضتي فين داكشي. دابا كلشي خربوه ليا ما داروا ليا حتى حاجه. ملي مشيت نشكي قالوا لي رجعي شوف ها انت ولدي اجي تشوف ها انت ها هو بعد هذا غادي تبغي تلصقوا الشجر ما عرفوش فين هو غادي يطيح. قال لك دخلي تسكني مشيت نقول لهم خلصوني قال لك لا صافي سالينا. هذا بيت السيد هذا حتى هو هذا بيت جاري حتى هو كان مجلج الارض شوف السيما شوف الحاله وقال لك دخل تسكن فين يسكنوا هاد الناس زيد تشوف ها انت ها ها الارض شوف شو على حاله شوف شوف علاش على التخريبه. قالك دخلوا بغيت نعرف فين غندخلوا فين ندخلوا السقف كله تيقتل بالماء كله الغموره عطاوه بالصباغه كلشي راه مغطي شي بالصباغه راه عشوائي ما كاين لا لا الغموله البروده الريحه كتعطينا غير الديكور هاد الضفوف ها السقو خشبه مع خشبه تيزربوا بالصباغه كاع زعما راه دمينا الطواليت حتى هي فينا هي دايرينها مغطين بسميتو فينا تسكن ها انت ها الطواليت تحيدات حاشاك ديال بحال داكشي ديال البراك ولا احسن منا. اجي تشوف الكوزينه جي ها انت شوف الكوزينه شوف شوف كيخشاوني هنا كيشي كيشي ها هذا هو لابابو ولا الدما فين غسل المواعن فين. اجي شوف حاشا هو ديال الطواليط شوف شوف على حاله شوف على تكرفيصه ها تكرفصوا علينا هديناهم الله. انا بغيت ما كنطلب حتى حاجه كنطلب محيل يرجع ليا كي كان
ما يعطوني لا 28 لا 26 بغيت ام حيلي والله ينصر سيدنا حيت سيدنا هو اللي ديال هادشي ماشي هما. شي حاجه بغينا دارنا كما كانت يرجعوها لنا. كنا على الاقل بعدا دايرين جليل جات ومقادين محلاتنا على قد حالنا، ولكن هاكا يرجعونا للعهد الحجري لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم من هذا منكر. هادشي بزاف كثروا. حنا هاد الميساج نوصلوا لصاحب الجلاله لانهم هادو غير الشفاره والقمراره كلهم تلاقاو. راه ما كاينش اصلاح، وانت تشوف واش دخلنا عليك بلا ندخلوا هكا على هاد الارضيه هادي هكا شنو ها؟ اجي حاجه كتشوف الناس كيف دايره فين ندخلوا؟ لا بيب لا حتى شي حاجه. وليت كلشي. شنو هادشي بغاو عندنا؟ لا هادي بيت كنا كنكسروا. اللهم هذا منكر. هذا كان كنخلي يلا كلشي ها هو كلشي خربوه، علاش؟ حقرا شنو هادشي؟ حنا غادي نديرو لافتات وغادي نجلسو في الشارع قدام البرنامج لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم من هذا منكر. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.